طيب طبعا خبر امبارح اللي سمعناه كلنا هو موضوع كارتيرون, وانه يعني راح نادي الزمالك امبارح وقال ان هو مش عايز يكمل, وان هو لن يستطيع ان يكمل, وان عنده ظروف نفسية واسرية والحاجات اللي هي اللي بتسمعها دي دايما, وان هو مش هيقدر يكمل فيك يا ابني, طب نزود لك مرتبك, طب نعمل لك حاجتك, طب حد مضايقك, مفيش حاجة, انا عايز امشي. وكمان المفاجأة ان هو جاي بالشرط الجزائي اللي هو 250,000 دولار, رقم كبير يعني, رقم مش سهل, ومش اي نادي هيعرف يدفع 250,000 دولار وان شوت كده لسه عبال ما يدفعه, وكان مرتبه وهو لسه ما اشتغلش. فطبعا يعني كان مفاجأة بجميع المقاييس لكل الزملكاوية, بكل يعني الناس اللي زملكاوية وكل مصر اكيد, مش كل الزملكاوية بس طبعا الزملكاوية, ان ما فيش اي مقدمات خالص لاول مرة يعني من فترة كويسة نلاقي فيه هدوء تام بين الإدارة والمدير الفني, وما فيش أي مشاكل بينهم, والموضوع بقاله فترة كبيرة, والراجل كسب مع الزمالك بطولتين وكسب الأهلي بعديها, وحتى الدوري لما بيخسر أو يتعادل الإدارة بتدعمه وبتقف في ظهره, يعني ما فيش مشاكل باينة على السطح خالص. يعني دايما كان في مشاكل بتبقى مع مدير فنيين آخرين بيبقى باين مثلا الكلام مش مع هنا, في حاجة في شد بتاع, لكن المرة دي ما فيش أي حاجة خالص, وكل يعني كل المؤشرات بتؤكد ان الزمالك بيستعد لأفريقيا, والدنيا في أفريقيا, وكل الناس مستعدة لبطولة أفريقيا, والدعم للراجل وكل حاجة, يعني مفيش اي حاجة بصراحة. المرة دي يعني كان مقلب صعب جدا من كارترون, ومش مفهوم بالنسبة لي, واللي بيعمل كده ممكن يعمل فيك تاني يعني. وجهة نظر المدرب اللي ما يعني اللي عنده عقد ويمشي بفسخ العقد عشان يروح يدور في نادي تاني, انا بشوف ان هو مش مظبوط كشخصية يعني, بغض النظر بقى هو كويس او وحش, لان انت العقود يعني خصوصا انت كمان في وقت صعب, عارفين لو الدوري خلصان يعني مثلا انت بتخلص دوري ما عندكش حاجة, والدوري السنة الجاية هيبتدي شهر, حتى لو شهر 11 هيبتدي, هقول لك ماشي هو مش عايز يقعد في الدوري المصري وعايز يروح دوري تاني, لكن هو عارف ان في بطولة افريقيا, وعارف ان انت البطولة دي بالنسبة للزمالك اكيد مهمة جدا, وللناس بتستعد عشان بطولة افريقيا, وده هو الاهم, وعندك نوعا ما برضو مركز تاني لسه يعني الدنيا يعني مش ثابتة فيه لغاية دلوقتي, وانت ما شفتش حاجة وحشة يعني في النادي, بالعكس يعني ساعة ما جيت يعني انت جيت مع وادي دجلة ما ظهرتش بشكل جيد, جيت مع الاهلي مشيت بعد ما خسرت فاينل افريقيا, وبالتالي استعدت اسمك الكبير قوي مع نادي الزمالك لما كسبت السوبر الافريقي تحديدا, سيبكم السوبر المصري دي حاجه داخليه, لكن السوبر الافريقي بيسمع يعني, خصوصا كسب الترجي, وانك لعبت الترجي تاني في بطوله الدوري وكسبتهم هنا وهنا, وخسرت هناك 1-0 وكسبت هنا 3, فاسمك كبر في بطوله في الوطن العربي بشكل كبير. الحاجات دي مفروض تبقى يعني ايه تشيلها, يعني لما يجي حد يكلمك هتاخد فلوس, طبعا الفلوس مهمة, والفلوس وناس, هو اكيد سايب بيته وسايب فرنسا وجاي افريقيا عشان ياخد فلوس, عشان يكبر اسمه, عشان ياخد فلوس طبعا, بس بيبقى في اماكن يعني مصر مثلا من البلاد الحلوة اللي الاجانب كلهم يحبوا يقعدوا يمرنوا في مصر, فلوسك كويسة, الفلوس تاخدها في مصر هي يمكن من اكتر يعني, مصر من اكتر البلاد العربية, سيبكم الخليج, لكن في افريقيا بتدي فلوس ان كان لعيبه او مدربين فنيين, مفيش حد بياخد فلوس دي في مصر في العالم العربي يعني, في افريقيا تحديدا مش العالم العربي, الخليج طبعا بيدفع فلوس اكتر. فهي كانت بصراحه مفاجاه يعني, الموضوع صعب بيتحل سريعا, اتمنى انه يتحل سريعا, طبعا في كابتن طارق يحيى خلاص مسك كمدير فني او مؤقت بجهازه بالناس اللي معاه, ربنا يكون في عونهم, لكن الخلخلة دي واحنا حتى كناس من بره ايه ده معقولة, تخيلوا بقى اللعيبة بقى اللي بتشوف المدرب ده كل يوم واللي مركزة معاه واللي واللي بيتمرنوا بشكل معين واللي عارفين السيستم اللي ماشي بيه الراجل واللي حافظينه واللي كسبوا معاه واللي خسروا معاه واللي حابينه, فجأة مش موجود ويجي حد بسيستم تاني, حتى طبعا لو كويس كل حاجة, بس هياخد من تركيزه وهياخد من فهمه وهياخد من تقييمه وهياخد من تقييم الناس, الجمهور هيجي يقارن راجل مشي مش عارف طبعا الجمهور اكيد زعلان جدا من كارترون, اكيد محدش طايقه
وهو كده متهيألي يعني في مصر الدنيا هتبقى صعبة بالنسبة له انه يجي، غير بقى لو جه تاني طبعا يعني كان الامور بقت صعبة. لكن اي حد هيجي هيمسك الفترة دي كان الله في عونه، كان الله في عونه بجد. ان اولا انت في فترة صعبة جدا، ماتشات كل 3 ايام، الدوري نزل خلاص لغاية يوم 12 اكتوبر، هتقعد تلعب ماتشات كل 3 ايام ومعاك كاس مصر، هتلعب سموحة كان نادي الزمالك طبعا يعني بتكلم عن الزمالك دلوقتي. فمين اللي هيجي بسرعه يلقط؟ هي كابتن طارق هيقعد مؤقت، يقعد اسبوع، يقعد 10 ايام، يقعد اسبوعين، هيجي مدرب اخر. هل عنده الفرصه انه يقعد يشوف اللعيبه؟ بصراحه توقيت صعب جدا جدا، ولكن العجله هتمشي والدنيا لازم تمشي، والاداره لازم تشوف سريعا حلول. والمره دي او الاداره حاولت مع الراجل النهارده امبارح زي ما عرفت، وطب نزود لك عقدك، طب اللعيبه مضايقاك، هو جاي ومعاه فلوس كمان، ودي حاجه يعني مترتبه. اللي انا عرفته كمان هو قبليها بيوم كان قاعد وقال ان هو هيمشي، وبعدين بقى راح قعد القعده الكبيره امبارح بعد الظهر وقال لهم يعني رسمي كده انا ماشي، وادي شرط الجزاء اهو كمان. فهو مرتب اموره. مين النادي بقى اللي هو جايب له فلوس كاش؟ الناس، في ناس تقول لك الوداد، في ناس يقول لك نادي في مصر هنا، مش الله اعلم. انا ما اعتقدش يكون نادي في مصر، ما اعتقدش انه بيراميدز، صعب قوي يعني. يعني اعتقد لو بيراميدز خد كارترون مش هياخده دلوقتي، ياخده في بدايه الموسم زي ما بيقولوا على كارترون، زي ما بيقولوا على فايلا هيروح، برضو بيراميدز برضو ما اعتقدش هياخده دلوقتي، او ممكن يعني برضو الاهلي مختلف شويه، الاهلي خلص الدوري خلاص، او يعني فاضل له خلاص كم ماتش وياخد الدوري او ماتش ولا حاجه، لكن برضو ما اعتقدش ان هم بالسذاجه ان هم ياخدوا من الاهلي دلوقتي فايلا، يعني داخل على طول افريقيا. وبيراميدز برضو شايف ان في شده حصلت جامده ما بين في موضوع رمضان صبحي، وبالتالي حتى لو هياخدوا فايلر متهيألي هياخدوه بعد بطولة افريقيا. بس حتى لو خدوه انا ما اعرفش طبعا هياخدوها لا، ودي مش موضوعي دلوقتي خالص، لكن انا بكلمك على بالمنطق. يعني هو كارتون ناس تقول لك رايح بيراميدز، ما اعتقدش، انا ما اعتقدش. انا في ناس تقول في الوداد، في ناس تقول في الخليج، الفلوس كتيره، ممكن هو الخليج عندها قدره والملاءه الماليه ان هم يروح الخليج. مش مشكلتنا على فكره هيروح فين، يعني اخر هم ان هو كارتون هيروح فين، لكن هو همنا هو نادي الزمالك واللي هيحصل في نادي الزمالك الفتره الجايه، و الاداء الفني اللي هيبقى مطلوب من اللعيبه. هل اللعيبه هتبقى معذوره في الاداء لو مثلا ما كسبوش؟ اكيد معذوره، لان يعني برضو مدرب جديد وخبطه وهزه جامده. فبصراحة أنا بشوفش الحاجات دي في العالم بقى كله، يعني بتعمل عقد مع مدرب محترم وتعمل شرط جزائي وتلاقي فجأة راجع سيبلك شرط جزائي وماشي ليه؟ يعني الناس دي بتيجي عندنا تاكل عيش ويشتهروا قبل ما بيبقوا جايين بيبقوا أشباح، يعني محدش يعرفهم قوي، يعني مش لازم كارتون، بكلم عامة يعني الأجانب اللي بيجيوا مصر معظمهم بيبقوا ناس عادية جدا، ما محدش عارفهم، بيجوا إن كان زمالك أو أهلي، ياخدوا صيت فجأة تلاقيهم واحد دايما بيتلفوا بقى اللفة بتاعت الخليج، بعديها يلفوا على شمال أفريقيا، بس من خلالك انت، يعني انت دايما اللي بتعرف الناس دي على الوطن العربي، بياخدوك محطة، بياخدوك سلم، هو في دماغه لا في دماغه نادي، هو في دماغه ان هو يلم فلوس ويعمل اسم كويس وخلاص. يعني والله انا بشوف كده يا جماعة، يعني آن الأوان ان احنا نقعد نركز في المدربين المصريين ونصرف فيهم كويس في تعليمهم في التدريب، ويبقوا دول عندهم اصل وعندهم ان هو مش ممكن يعمل الحركه دي ويسيبك في وسط موسم او يسيبك في نص موسم. وانتم شايفين كل المدربين المصريين هم اللي بيمشوا، يعني هم الناس اللي بتمشيهم، وحتى لما بيمشوا ممكن الناس ما تاخدش حتى بقيت عقودها وياخد شهر ويقول الحمد لله وما بيبقاش في مشاكل. المدرب المصري دلوقتي في الانديه كلها معظمها ناجح، يعني ايهاب جلال هم كسر الدنيا وكسب امبارح 3، ويعني انا كنت بقول مره مع سيف زاهر في الاستوديو ان يعني انا بشوف ان المركز الرابع ممكن يجيبه المقص، قال لي بعيد، انا شايف انه ممكن يجيب ان كان بقى بيراميدز ولا المقاولين ولا حد من المركز ده هيقرب ليهم قوي، يعني ما شاء الله ده يمكن رابع ماتش يكسبه على التوالي فبيقرب جدا. وعندك كوشري مدرب كويس جدا 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 في اسوان، كوشري عامل نص موسم او يعني ربع موسم اللي هو شغال فيه ده بشكل اكثر من رائع. علي ماهر راح مسك المصري بيكسب او اتنين تاني ماتش على التوالي بيكسبوا في الدقائق الاخيره. بس هي المشكله ان احنا دايما باصين للمصري ده لما بيغلط ان هو يا ابني ده ضايع ده ما عندوش فكر، لكن لما الاجنبي بيغلط عادي، هو اجنبي وستايل وستايلش وبيعرف يفكر وده تدوير وده مش عارف ايه، فبنديله اكسكيوز دايما والاعذار ان هو بيغلط.
لكن اكيد هنشوف ايه اللي هيحصل في ايامك القادمه، الدنيا هيبقى فيها ايه.